يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعا، يا أهلا وسهلا. في الجزء الثاني من هذه الحلقة وكعادتنا كل يوم أربعاء بنلتقي مع خبيرنا التحكيمي الكبير الكابتن مصطفى إسماعيل، لا يقدم لنا ويحلل كل الحالات الجدلية التي حدثت خلال هذا الأسبوع. في البداية وكالعادة باقة من آخر أخبار والمستجدات بنبدأها بسؤال حضراتكم على صفحتكم On Time Sports. السؤال بيقول: من يعوض غياب حمدي فتحي في الأهلي بعد انضمامه رسميا للوكرة القطري؟ كلنا عارفين انه الوكرة القطري اعلن رسميا على صفحته انضمام حمدي فتحي، كانوا اعلنوا من 4 ايام وبعدين شالوا الخبر من الموقع. الناس قالوا ده الشغلانة ما تمتش، ده العقد ما تمش، كده كده كده، لكن طلعوا هما ايضا النادي على موقعه قال ان احنا مستنيين لما يوصل ونوقع الكشف الطبي ثم نعلن. وقد اعلن بالفعل انضمامه رسميا في مؤتمر صحفي الى نادي الوكرة القطري، نتمنى له طبعا كل التوفيق. السؤال هنا مين مكان؟ واحد هيقول لي اليو ديانج، ما اليو ديانج موجود وايضا موجود في نفس المنطقة، ربما يعني مش بنفس الكفاءة، لكن يعني عمرو السولية أيضا موجود هناك، مروان عطية موجود، دول موجودين. لو غاب واحد فيهم لأي سبب من الأسباب هنبقى محتاجين كأهلي حد مكان حمدي فتح. مين؟ سواء من المقيدين في الأهلي حاليا أو ترى أنه يجب النادي الأهلي يتعاقد معاه عشان يبقى موجود ستاند باي مكان حمدي فتحي. حمدي فتحي لعيب مهم جدا، كان بصراحة وتد في وسط ملعب النادي الأهلي دفاعا ووسطا وهجوما ومحرزا للأهداف. يعني حمدي لاعب من نوعية خاصة جدا، وإلا ما كانش الوكرة القطري جري وراه ودفع فيه أرقام محترمة جدا جدا جدا. عندي الحقيقة كذا خبر مهمين النهاردة، لكن خلينا نبدأ أولا بمباراة طبعا الأهلي والإسماعيلي، انتهت منذ قليل بفوز النادي الأهلي بهدف وحيد نظيف للرائع بيرسيتاو في الدقيقة 50. نتفرج مع بعض على لقطات من هذه المباراة. بدأ النادي الأهلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي، ثم خالد عبد الفتاح، رامي ربيع، عبد المنعم، علي معلول، مروان عطية، أليو ديانج، بيرسيتاو، أفشة، أحمد عبد القادر، ومحمد شريف. أما النادي الإسماعيلي فبدأ بأحمد عادل، عبد المنعم، عصام صبحي، محمد هاشم، باهر محمدي، محمد دسوقي، محمد حسن، عماد حمدي، سيرجي أكا، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، ومحمد الشامي. في يعني الدقائق الأولى ومحمد شريف وهدف كان قريب جدا من التسجيل، وتألق رائع جدا الحقيقة من أحمد عادل عمنا، متعملت حلوة قوي 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 من ناحية الشمال، منقادة جدا جدا، ودي على طول علي معلول الاستلام بلفة بتسديدة، لكن حظه إن جت في المكان اللي واقف فيه بالظبط أحمد عادل عبد المنعم، لكن أعتقد إن كان صعب قوي شريف يلعبها في البعيد. حاول النادي الإسماعيلي وهجمة لمدبولي، لكن الضغط عليه على طول وخرجت الكرة، وكانت فرصة حلوة صنعها الحقيقة بكفاءة كبيرة جدا عبد الرحمن مجدي في اتجاه المنطلق من الخلف مدبولي، واحد من أهم لاعبي النادي الإسماعيلي رقم 21، لكن الفرصة طالت وكان بيطالب بضرب جزاء ولكن لم تحتسب ضرب جزاء. توالى أداء النادي الأهلي وقوته ومحاولات للتسديد، لكن تسديدة صعبة قوي عبد القادر وبعيدة جدا جدا جدا. وطبعا احنا النهاردة بنتكلم على انه بيرسيتاو خلاص حجز مكانه، محدش يقعده اطلاقا ناحية اليمين، لكن يبقى ناحية اليمين، لكن يبقى ناحية الشمال محل نظر حسين الشحات موجود. طبعا النهاردة كان احمد عبد القادر موجود، كهربا ممكن جدا يلعب ناحية الشمال أيضا موجود، طاهر محمد طاهر موجود ويلعب برضو، لكن اليمين خلاص مقفولة تماما على المتألق جدا، واحد من أهم صفقات النادي الأهلي الحقيقة طبعا بيرسيتاو.
هجمات هجمات هجمات، ولكن الدقة ما كانتش كفاية. وهنا طبعا بنشوف أليو ديانج بيتقدم في الأماكن المؤثرة جدا على مرمى النادي الإسماعيلي بكفاءة عالية جدا، من أهم اللاعبين في وسط الملعب. ودي واحدة بوش رجله حلوة قوي قوي، مروان عطية ودخل لجوه، وتسديدة في البعيدة ما عندوش حظ عبد القادر، تسديدة حلوة قوي 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 تضرب في المقص الشمال، قطم كده لجوه، حاجات بتاعت ليفاندوفسكي للي بيتابع الدوري الألماني، بيعمل الحاجات دي على طول، بيزقها كده لجوه ويحطها تصفر في جنب الشبكة البعيدة للي بيتابع الدوري الألماني وبايرن ميونخ. ده ليفاندوفسكي على طول، وكمان في برشلونة نفس الكلام بيعملها الحقيقة في الدوري الألماني، حاجة جميلة 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 يعني الحقيقة. وفي الدوري أيضا الأسباني مع برشلونة يعني أهداف بالجملة بيعملها من الحتة دي. زي ما احنا شايفين النادي الأهلي واستحواذ كبير جدا جدا ومحاولات ونقلات هنا وهنا وهنا، ودي فرصة كمان لكن لحقها أحمد عادل. تمريرات طبعا علي معلول، تمريرات دواء يعني، علي معلول بيحط دواء في تمريراته الحقيقة في أماكن خطرة جدا جدا، والتحركات حلوة، وعبد القادر عايز يعملها البرسي تاو لكن ضربت وراحت وتألق أحمد عادل عبد المنعم. كل ده كان دفاع قوي جدا من النادي الإسماعيلي، لم تسنح له أي فرصة للتهديف على الإطلاق باستثناء انطلاقة مدبولي، وما كانتش فرصة مؤكدة لأن كان في اتنين مدافعين طبعا. لكن الكابتن حمزة الجمل الحقيقة عمل ستار دفاعي قوي جدا، هو يعلم قوة النادي الأهلي وقدرته طبعا وكفاءة لاعبيه، يعني هي كرة قدم فيها مستويات ما فيش كلام، وبالتالي هو أحسن تماما تماما. لكن جه الهدف على غير المتوقع، اتلعبت من ناحية اليمين، أنا معرفش حط ركبته ولا حط العضلة الفخذ الأمامية ولا السمانة، هنشوفها مرة تانية. لكن اتعملت عرضية وبيرسي واقف في المكان والزمان، وادي الجمهور العظيم لما تروح عنده كده ورينا كده ضربت في ايه كده، لان هي اتعملت طبعا من ناحية اليمين قفشة، راحت الناحية التانية خالص، اتقفلت على طول ببطن الرجل. ايوه ها دار، انا الزاوية اللي بعديها هتبان يتهيألي، نشوفها كمان مرة. لكن متابعة ها، ورينا كده ها، يعني هي بطن، بص بقى الاحساس العالي، شوف هي عملت بند، ولو هو حط اي قوة في رجله هتعلى، لكن على فكرة مش بطن رجله كمان، دي في العظمة اللي فوق القدم، بص العظمة اللي فوق القدم مش بطن الرجل اهي، ايوه اثبت كده ورهان اهو. لكن ده احساس مهاجم، هو بيحطها من الصدفة، هو بيحطها بالحتة دي ويدوبك لمسها، لان لو حط فيها ادنى قوة من عضلة الفخذ هتعلى. لكن ده لعيب كبير يا جماعة، انا شايف ان بيرسي تاو ده احنا كلنا ظلمناه في البداية لان كانت يعني اصاباته كتير، لكن لما اتعالج صح واستمر في الملعب لا ده قوة جبارة، ومع كمان جنوب افريقيا انا بتفرج على ماتشاتهم حاجة عظيمة. هنيجي بقى للكرة دي، واكيد هيبقى معانا دلوقتي خبرنا التحكيم الكبير كابتن مصطفى اسماعيل يشرح لنا هل فعلا دي لمسة يد ولا هي تسلل ولا هي ايه بالظبط. باهر محمدي بيتكلم مع الكابتن الغندور طبعا، والفار احتار فيها وكل الناس احتارت فيها، ايه اللي حصل فيها بالظبط، وهل لما ضربت في لاعب الاسماعيلي كان في موقف تسلل ساعتها ولا ما كانش في موقف تسلل. هيكون معانا حالا دلوقتي الكابتن مصطفى اسماعيل، لكن خلينا نتابعها تاني كده مع بعض. ادي الكره اهي، طب ارجع سنه، لا انا عايز الكادر اللي هو الكبير، الكادر الواسع، عشان نشوف الاول هل في كادر افضل من ده، نشوف هل هو كان متسلل مثلا، نشوفها، لانه طبعا ده كان هدف للنادي الاسماعيلي يغير. انا بتكلم ليه؟ لانه الاسماعيلي في عرض نقطه هنا، بقى اقف هنا لحظه، هو لسه ولا يعني حرك سنه، انا عايز يلمس الكوره، يلمس الكوره، اول ما يلمس الكوره هنقف. ها لمسها؟ لا انا اقول لك يلمس، يلمس بس. طيب هنا بقى ايه، خليك بقى هنا معايا، هنا في اتنين هم دول متسللين، في واحد اصفر ما بين اتنين حمر، ده متسلل ولا مش متسلل؟ طبعا التعديلات الجديده هنشرحها لكم النهارده بالليل مع كابتن مصطفى، لكن انا ماليش دعوه الغندور قال لمسه يد ولا ايه، انا بدور الاول على التسلل.
هل حد من الاتنين دول متسلل؟ اه الاتنين متسللين قولا واحدا. يعني جت في واحد فيهم ولا جت في حد تاني؟ في واحد هناك بقى في الوسط تاني. ده اعتقد ان ده جت عند الراجل ده، ده محمد حسن اللي جت في رجله، ده مش متسلل. طب هل جت في ايده بقى؟ يبقى الحوار جت في ايده ولا لا؟ ده كده اللي هتيجي في رجله ده ولا بتاع، ده مش متسلل. الكلام على لمسه اليد. ورينا الكادر الخلفي بقى، هل جت في ايده ولا لا، لغايه لما يجي لنا الكابتن مصطفى هو خبيرنا بقى اللي يقول لنا اكتر. لكن طبعا خلي بالك برضو عندنا مشكله في زوايا الكاميرات، زوايا الكاميرات عندنا. ورينا كده يا سيدي، ورينا كده، امشي كمان امشي كمان امشي كمان امشي كمان. هنا في بطنه في ايه؟ طب ارجع كده واداني بالسرعه الطبيعيه، لان احيانا السرعه البطيئه دي بتلخبط الدنيا. اداني بالسرعه الطبيعيه، راجع الكره كده واداني بالسرعه الطبيعيه. ايوه اديني بالسرعه الطبيعيه. مش باينه. مش باينه، مش عارف. طب هل محمد حسن اعترض؟ ما انا احيانا اشوف اللاعب بقى من الزاويه دي، الفار اداله الزاويه دي بس، ما ادالوش اي زاويه تانية. طب هل محمد حسن اعترض اللاعب نفسه؟ ده سؤال تاني مهم جدا على فكره، لان لو اللاعب متاكد ان ما جاتش في ايده هيعمل بوليكه، هيعمل بوليكه مليون الميه. لكن لو سكت خالص، معرفش في هايلايتس موقفه باين محمد حسن عمل ايه. انا عارف، انا بتكلم محمد حسن بقى اعترض، لان هو دلوقتي الشك عند محمد حسن. لو محمد حسن ما اتكلمش يبقى جت في ايده. ما انا هاخدها كده، ما دام عندنا زوايا مؤكده هاخدها بقى نفسيا. لو محمد، بص محمد حسن راجع، وبراءه الاطفال في عينيه. بص خلي بالك، ادي محمد حسن ورينا كده، هو راجع كده، ها ماشي بتمشى، ما فرحش ولا حاجه. ما احيانا الواحد بياخدها بقى، ما دام مفيش حاجه عملي ناخدها نظري، ناخدها فلسفه وعلم نفس. لان المفروض تبقى في كاميرات افضل من كده طبعا، وزوايا بالنسبه طبعا للفار افضل من كده. والفار كمان لازم يوري الحكم ما دام استدعاه، يوريه كل الزوايا. لكن الماتش لابد ان الماتش كان نتابع محمد حسن هل اعترض او لا. دي نقطه جوهريه في الحوار، خلي بالك والله زي ما بقول لكم كده. لو محمد حسن لغايه دلوقتي مش باين في الكادر، مش باين في الكادر مع الحكم، ما راحش الحكم خالص، يبقى فيها كلام. لا يبقى فيها كلام طبعا. ما دام ما راحش للحكم محمد حسن، يبقى محمد حسن عنده احساس داخلي ان هي جت في ايده، وبالتالي هو يعني، ولو ان في احيانا لعيبه يعني اقتله قتيل وامشي في جنازته يعني، لكن محمد حسن لعيب محترم طبعا جدا جدا. انا شايف محمد حسن، بص محمد حسن، رقبه محمد حسن يا جماعه مفيش فرحه، مفيش فرحه، بص مفيش فرحه خالص. اللي بره ماشي، دول عادي، دول بيبقوا شايفين زينا كده يعني من غير زوايا. لكن محمد حسن راجع، خلاص انا هاخدها من حركه محمد حسن. معناش الكابتن مصطفى لسه؟ طيب ثانيه هيكون معانا برضو يقول لنا رايه. لكن طبعا هنا اللي بيحاول يشرح باهر المحمدي، لكن محمد حسن لم يظهر في الكادر اللي فيه الحكم، وده يديني انا مؤشر كده على طول ان جت في ايده. كابتن مصطفى مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت. يعني عايزين نسمع راي حضرتك التحليلي في اللعبه دي. كابتن انا من رؤيتي لاهلي هي كره من قدم لاعب الاسماعيلي الى الهدف المشرف، يعني شاف انها جت في ايده. يعني ما جاتش في ايده، بس هي جت في لو ما جاتش في ايده جت في جسمه. ايوه في فخده كده يا كابتن، في المرمى، وده هدف انا اعتقد ان هو ما فيهوش اي حاجه يعني. اذا كان يعني حكام الفار شايفين حاجه ثانيه احنا مش شايفينها، اعتقد يعني ان الهدف سليم. يعني حضرتك شايف انه هدف صحيح؟ ايوه كابتن. هو يلخبط فعلا، يعني يلخبط جدا يا كابتن مصطفى. طيب لما راح للفار يا كابتن مصطفى، الحكم ادوله كادر واحد اللي احنا شفناه، ليه ما ادولوش الثلاث كادرات؟ المفروض يا كابتن يدوله كل كادر ممكن يتاخده اللقطه. بوضوح، وهي يمكن اللقطه اللي قدامنا حضرتك بالظبط انا شايفها يعني من فخده للمرمى.
من فخده للمرمى. لاعب الاسماعيلي حتى تحاشى ان الكره تيجي في ايده. لاعب رقم 18. ويعني اعتقد ان هو هدف سليم يعني مش طب سؤال لمسه يد. هو دلوقتي اذا 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 جت في ايده، مفترض ان في ايده اليمين؟ لا يا كابتن، في ايده اليمين بعيده تماما. بعيده تماما. طب ارجع شويه يا احمد. طب ايده الشمال عند كوعه كده مش باينه خالص. مش باينه يا كابتن، مش باينه. هو المفروض لو في كاميرا بقى الناحيه الثانيه يا كابتن في وش المساعد الاولاني. أيوة الاول ايوه هتطبق توضح اللقطه دي بوضوح جدا يعني. انما طب بص كده يا كابتن في الكادر ده كده، بص الكادر ده. ايوه كابتن، ادي الكادر اهو، ماشي اهي الكوره اهي. ايوه كابتن. هل ايده اليمين ما سندتش؟ لا يا كابتن، لا يا كابتن، ايده اليمين بعيده تماما يا كابتن. بعيده تماما. طيب حرك الكره. لو جت في مين يا كابتن الكره هتموت وهتقع. هتموت تحتيه. يعني تبقى قدامه. طب هرجعها لك وخدها بالسرعه الطبيعيه يا احمد كده، وريها للكابتن مصطفى بالسرعه الطبيعيه كده. رجع كده ورينا بالسرعه الطبيعيه من ورا الجون، من ورا الجون. هاجي لك دلوقتي بالسرعه الطبيعيه يا كابتن، بص شوفها كده. انا مع حضرتك. ها انا مش شايف يا كابتن ان هي فعلا جت في ايده، بعد ما فيهاش اي شبهه تسلل يعني، حتى المساعد الاول احمد خصمت فيها. طب اخر سؤال يا كابتن مصطفى. اتفضل اتفضل يا كابتن. اللاعب اللي ضربت فيه اللي هو محمد حسن ما فرحش ولا اتنطط ولا راح للحكم ولا اتكلم معاه، تبرر بايه ده؟ هي دي مؤشر ان هي يعني جت في ايده، بس اللي احنا شايفينه كابتن غير 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 التفسير ده يعني. يعني حضرتك شايف ان الهدف هدف صحيح. انا وجهه نظري. تمام يا كابتن، بشكرك بشكرك كابتن مصطفى، شكرا جزيلا. ربنا يخليك. نكمل بقى الهايلايتس يا جماعه، لان طبعا الكره دي طبعا اثارت لغط كبير جدا 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 طبعا. لكن انا بس وقفت عند نقطه ان اللاعب نفسه اللي المفترض جاب الجون لم يتحرك ولم تقدروا تجيبوا محمد حسن ده على التليفون يا جماعه، نحلفه كده انه يقول الحق. يا ريت لو عرفتوا تجيبوه يبقى كويس، نقول له قول والله العظيم اقول الحق، حاولوا تجيبوه كده يلا بسرعه. بس طبعا راح الكابتن الغندور بص على الزاويه، وفي النهاية طبعا ما لم يحتسب أي شيء يعني، واتلغى الهدف بداعي لمسة اليد، لكن مش تسلل، مش تسلل، وإلا كان الغندور رفع إيده يعني. توالى أداء النادي الأهلي الهجومي الحقيقة، وتحركات جيدة جدا من المهاجمين، لكن الفرص قليلة جدا يعني، فرص تهديفية الحقيقية. بدأت طبعا التغييرات فيما يتعلق بالنادي الاسماعيلي، بدا في الدقيقه 66 نزل الشبراوي بدلا من مدبولي. الشبراوي لعيب حريف وسريع كمان، وبدا النادي الاسماعيلي يبقى له انياب هجوميه زي ما احنا شايفين كده. ورا منه على طول في الدقيقه 67 محمد كريستو بدلا من احمد عبد القادر. بعد كده نزل حسين الشحات بدلا من بيرستاو، وفي نفس الدقيقه محمد فخري بدلا من قفشه. في الدقيقه 79 ودي فرصه كبيره، ياو انور بدلا من سيرجي اكا. طبعا هنا دي تاني كوره في القائم، مفيش حظ ابدا ابدا ابدا. محمد شريف النهارده كان متحرك جدا، انا شايف هو راس حربه النادي الاهلي الحقيقه يعني. والناحيه التانيه محمد هاني بدلا من خالد عبد الفتاح. وطبعا محمد هاني بصراحه طبعا خالد عبد الفتاح على فكره خامه جيده جدا، بس محمد هاني موضوع تاني، هاني موضوع تاني خالص يعني. بدا النادي الاسماعيلي يتجرأ بقوه لانه خلاص مغلوب بهدف وعايز يخلص الهدف باي شكل طبعا، فبدا يفتح خطوطه. شايفين في الكادر خمسه اصفر امام المنطقه وجواها، وادي اللاعب انور، يا انور اللي نزل سريع ومتحرك وقوي بيحط جسمه بقوه وبيكافح فيها، ودخل طبعا الشناوي خلاه يطلعها بالشكل ده خارج طبعا المرمى. كان ممكن جدا طبعا النادي الاهلي يزيد من الهدف ويؤكده، لكن الحقيقه الاسماعيلي ادى النهارده مباراه رائعه يعني. لو الاسماعيلي بيلعب ماتشاته كده كلها عمره ما كان هيبقى في الموقف اللي هو فيه حاليا يعني، لانه النهارده كان التكتيك اللي حطه كابتن جمال حمزه مناسب جدا
لأداءه أمام النادي الأهلي الكبير حمزة الجمل أنا آسف، وفي نفس الوقت الحقيقة قدر إن هو يصنع فرصتين أو ثلاث فرص كان ممكن جدا، وبالتالي بنحيي النادي الإسماعيلي على أداءه النهاردة. النادي الإسماعيلي عزيز علينا الحقيقة، ونتمنى أبدا إن هو ما يتعرضش أبدا لغياها بالهبوط. نادي تاريخ، نادي تاريخ، نادي عظيم، نادي قدم أمجاد وقدم نجوم لمنتخب مصر، يعني لو قعدت عد مش هنتهي من العد. طبعا باهر محمدي دايما عصبي، ومحمد هاني كان لازم يبعد خالص عنه، لكن يعني ادى انذار طبعا هنا وهنا، وده وضع طبيعي جدا. هاني انت بقيت يعني لعيب كبير السنة دي، انت تطورت جدا جدا جدا، ويمكن انا اتكلمت عنك في مناسبات كثيرة جدا. لازم بقى تحتفظ بأعصابك، خلاص انت انتقلت من مرحلة محاولة اثبات الذات الى محاولة الى منطقة تأكيد الذات، فيجب عليك ان انت تبعد عن اي مهاترات. ده رأيي، أرجو ان انت تتقبله يعني. طيب بكده يبقى جدول ترتيب الدوري العام كالآتي: نادي الاهلي في المقدمة 72 نقطة، بيراميدز الثاني 67 نقطة. طبعا بيراميدز لعب اكتر من النادي الاهلي بثلاث مباريات، واللي ما بينهم حاليا خمس نقاط، الاهلي 72 وبيراميدز 67. يعني انا بأؤكد ان الاهلي هو بطل الدوري بكل المقاييس. يعني فيوتشر الثالث ب 58 نقطة، الزمالك بينافس فيوتشر على المركز الثالث 56 نقطة، المصري الخامس 44 في الامان، مقاولون السادس 43 في الامان، الاتحاد السابع 42 في الامان، ام بي الثامن 42 في الامان، فاركو التاسع 41 في الامان، سموحه العاشر 36 في الامان، والبنك الاهلي في المركز 11 35 نقطه. نبدا مرحله الخوف من اول البنك الاهلي في المركز 11، ال 12 سيراميكا 34 نقطه، ال 13 الاسماعيلي 34، 14 طلائع الجيش 33، يا نهار ابيض، اسوان ال 15 33، الداخلية ال 16 32، غاز المحلة ال 17 32، خلاص نزل خلاص. تخيلوا بقى يا جماعة، من البنك الأهلي اللي هو في المركز ال 11 لغزل المحلة اللي هو في المركز ال 17 الفارق 3 نقاط، ولذلك من أول البنك الأهلي كلهم في دوامة الهبوط. انا سموحه عنده 36 نقطه، انا بقول بره الهبوط. طب تعالوا نبص كده بسرعه، سموحه فاضل له طبعا، كل دول لعبوا 32 ماتش وفاضل للناس دي كلها ماتشين، سموحه عنده 36 نقطه وفاضل له ام بي والمصري، سموحه انا بقول 36 نقطه هي نقطه الامان المؤكده، ده في رايي، وممكن تكون 35 نقطه هي نقطه الامان، 36 ده امان الامان، انا عارف انا بقول ايه. يبقى اذا سموحه مش هدخلها في الدوامه، لكن خلينا نقول ان هو عنده مباراتين مع ام بي ومع المصري. بنك الاهلي عنده مباراتين، واحده منهم في منتهى الخطوره لانها مع غزل المحل، والثانيه اخطر منها مع فيوتشر. البنك الاهلي وغزل المحله الاثنين بيتنافسها لعدم الهبوط. بنك الغزل المحله عنده 32 نقطه، ده البنك غزل المحله، والبنك الاهلي 35، يعني غزل المحله لو كسب البنك الاهلي هيبقى 35 زيه، ويتفضل للبنك الاهلي فيوتشر مباراه في غايه الصعوبه. لو رحنا الاسماعيلي عنده 34 نقطه وعنده الماتش الجاي حياه او موت، ليه؟ لانه مع الداخليه عندها 32 نقطه والاسماعيلي 34 نقطه، لو الداخليه فاز على الاسماعيلي هيجيب الاسماعيلي تحت منه، هيبقى 35 داخليه والاسماعيلي 34، اذا الاسماعيلي مفيش قدامه غير المكسب، وعلى اقل تقدير التعادل، لان الماتش اللي بعده مع الاتحاد السكندري. سيراميكا 34 نقطه هيقابل بيراميدز، بيراميدز قطر ماشي عمال يهرس، وبالتالي هي مباراه غير مضمونه على الاطلاق. ثم ام بي سيراميكا 34 نقطة، لو طارت منه الثلاث نقط في بيراميدز هيبقى عنده مشكلة أمام ام بي، لأنه لازم يكسب أو ربما التعادل ينفعه، يبقى 35 نقطة ربما.
طلع جيش 33 نقطة، عنده حياة أو موت الماتش الجاي. أسوان، أسوان قلنا 32 والطلائع 33، لو الطلائع كسب أسوان بقى 36 في الأمان، لو أسوان كسب الطلائع هيبقى 35 وقرب قوي من حزام الأمان وربما يكون في الأمان. أسوان قلنا عندها طلع جيش وعندها ماتش تاني الداخلية اللي بتصارع، يعني أسوان عندها ماتشين مع فريقين مهددين بالهبوط، طلع الجيش والداخلية. الداخلية قلنا عنده الإسماعيلي وأسوان، غزل المحلة قلنا عنده البنك الأهلي وحرس الحدود. كلها أمور معقدة جدا، عشان كده الأسبوعين الجايين دولت أي ماتش هيدينا كده دلالة بسرعة مين اللي هيبتدي ينزل مع حرس الحدود. حوار آخر وأمور مهمة جدا وحصرية، ولكن بعد الفاصل. طيب الحقيقة احنا تعودنا هنا نتكلم بما يرضي الله، وكل حضراتكم اعتقد خلاص الحمد لله حفظتوا الحكاية دي، جت على الاهلي، جت على الزمالك، على الاسماعيلي، على، وما اقصدش بكلمة على يعني، لا انا اقصد يعني تعلق الامر بيه. واحيانا لما بنتكلم بنتمنى ان تكون هناك اذان صاغية تسمعنا، لانه احنا لما بنتكلم للصالح العام، ما عندناش اي غرض على الاطلاق، على الاطلاق بنتكلم في امر ما. ما ينفعش تؤول هذا الكلام انه في مدحت ده ضد الاهلي او ده ضد الزمالك او ده ضد، لا خالص والله ثلاثة ما عندنا ابدا هذه الاجندة ولا نعرفها على الاطلاق. برونو سافيو النهاردة رسميا النادي الاهلي اعلن رحيله وهيرجع النادي بتاعه، وبرونو سافيو النادي الاهلي كان جابه بمليون و500 الف دولار. تفاصيل الماليه طبعا بيقول ان هو عقده 800 اخذ منهم 800 او مش عارف ايه، تفاصيل الماليه دي مش عندي يعني، مش ده موضوعنا خالص، لانه دي كلها امور جوه النادي صعب ان انت تعرفها بالظبط. لكن من المؤكد بالمنطق ان انت لو جبت واحد ودفعت فيه مبلغ كبير ولم يثبت جدارة ووجود، طبيعي اللي هياخده هيبقى عارف لو واخد بضاعة لم تثبت نفسها، ده يعني زي ما بيقولوا بضاعة أتلفها الهوى يعني. وأنا بحترم جدا مارسيل كولر، لأنه في بعض المدربين يجي لهم توجيه من إدارة النادي، لاعب فلان لحسن الجماهير هتاكلنا، لاعبه عشان خاطر احنا دافعين فيه فلوس. لا، الكوتش المحترم اللي بيحترم نفسه وعمله بيدور فقط لا غير على مصلحة الفريق، مصلحة الفريق مع فلان او علان او ترتان، لكن ملوش دخل اطلاقا بالامور الكوميرشال، الامور الاقتصادية دي هو لا دخل له بها. ومارسيل كولر نموذج، اثبت ان هو نموذج للمدرب المحترف. النهارده بينهي خلاص بياخد الدوري العام ما شاء الله بنقاط عظيمة جدا، وقرب طبعا، لكن انا بقول ان هو بطل الدوري، واخد الكاس مصر اللي فاتت، واخد ما شاء الله دوري ابطال افريقيا من فم الاسد بين الوداد هناك في المغرب، واخد اتنين سوبر، يعني كل البطولات اللي لعبها اخدها. اذا هذا رجل محترف ولا حد يفرض عليه. كلامي ده كله ليه؟ لانه احنا اكدنا الاهلي اعلن خلاص رحيل برونو سافيو، انا قلت ده ان هو راجع لبوليفار البوليفي ده اللي هو النادي بتاعه الاصلي يعني، لانه كمان النادي البوليفي ده اعلن امبارح على صفحته الرسميه عوده برونو سافيو. تمام، وعلى فكره هذا النادي البوليفي كان اخده من النادي اللي قبله بلوش، هتسمعوا ده دلوقتي. انا في حينه قلت عشان الناس تبقى عارفه هذا اللاعب ايه لازم نقول تاريخه، علشان برضو إدارة التعاقدات في النادي واللجنة المسؤولة عن التعاقدات لازم تتحرى الأمر. إذا احنا كإعلام وصلنا لهذا الأمر لازم يكون وصل لكم انتوا قابلينا، وبالتالي تدفع الفلوس في مكانها. لكن ما ينفعش هذا البرونو ده يجي سنة بحالها يشترك دقائق في طوال الموسم، ده ما ينفعش. قلنا الكلام ده في سبتمبر اللي فات، هستأذنكم وتسمعوا مني انا قلت ايه للي ما اتفرجش عليا او اتفرج ونسي انا قلت ايه. وساعتها بعد ما قلت ده
اتهاجمت هجوم ما بعده هجوم، لكن الايام بتثبت بفضل الله، بفضل الله ان احنا بنشتغل لمصلحة مصر وبنشتغل لمصلحة الكرة المصرية والأندية. عمرنا أبدا 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 ما يكون لنا أي دور لا سمح الله مناهض لنادي، هذا دور استكشافي احنا بنقدمه، احنا بنولع بطارية، بنولع نور. أخدت بهذا النور أخدت، ما أخدش أنت حر. خسرت بقى في الشغلانة دي كام؟ الله أعلم، لكن أنا هوريكم احنا قلنا إيه في حين. يلا، هذا اللاعب البرازيلي برونو سافيو اللي عنده 28 سنة، حجم انتقالاته ايه في اخر 7 مواسم؟ اخر 7 مواسم اتنقل كم مرة؟ تخيلوا، هذا اللاعب انتقل 16 مرة في اخر 7 سنوات، ولعب ل10 اندية في اخر 7 سنوات. دي نقطة انا لازم وهقول لكم دلوقتي الاندية، مش هنتكلم كلام كده في المطلق يعني. وده الامر اللي كان لابد يلفت نظر ادارة النادي الاهلي طبعا، وادارة الاعلام، الاعلام بشكل عام يعني. يعني لم يتحدث احد عن حجم هذه الانتقالات الغريب والعجيب. يعني هل احنا سمعنا عن لاعب ينتقل 16 مرة ما بين أندية في 7 سنوات؟ يعني تقف السنة عليه بناديين ونص بالحساب كده، ما هو 7 سنين و16 مرة، 7 على 16 فيها 2 وحتة، يعني في الموسم الواحد يلعب لناديين وحتة. لابد أن يكون هناك تساؤل، ليه؟ هل لعدم الكفاءة فالأندية بتتخلص منه؟ هل هناك إصابات فالأندية بتتخلص منه؟ هل هو لاعب مشاغب فالأندية بتتخلص منه؟ ولا هو لسوء الطالع وحظه كده؟ ما أنا لازم أعرض كل الاحتمالات وحضراتكم تشوفوا ده، وفي النهاية هذا الأمر احنا بنعرضه، من واجبنا إن احنا نعرضه، ومن حق الجماهير أن تعلم. وأنا مش هقول أو مش هدي سبب، أنا ما عنديش سبب أقدر أقوله خالص، لكن أنا من حقي أن أتعجب إنه لاعب ينتقل 16 انتقال في 7 سنوات، هذا أمر أكيد مثير للعجب. هوريكم على الشاشة وهقرا لكم الأندية اللي تحرك فيها هذا اللاعب ده. في أندية قعد فيها 3 شهور، في أندية قعد فيها برونو سافيو 3 شهور، وفي أندية قعد فيها 6 شهور. وعلى فكرة الانتقال الأخير بتاعه ده، النادي اللي قبل الأخير أخده ببلاش، يعني النادي اللي هو الأهلي أخده منه، هو بوليفارد يعني، بوليفارد ده أخده من النادي اللي قبله بلوشي. وطبعا كلنا عارفين بيتباع ب1,480,000 دولار حسب المعلن يعني. ورينا يا سيدي انتقالات برونو سافيو عشان برضو الجمهور يبقى عارف. بص يا سيدي، مايو 2017 انتقل من نادي امريكا البرازيلي اعارة لنادي كيوبا البرازيلي لمدة 6 شهور. ده امتى بقى؟ في مايو 2017. في اول يناير يعني بعد 6 شهور مباشرة رجع لنادي امريكا، باعه لنادي في اول يناير 2018 رجع لامريكا، باعه لنادي اسمه برانجتينو البرازيل. تخيلوا قعد 3 شهور، في ابريل يعني بتكلم ايه، يناير فبراير مارس، اول ابريل ماشي يعني بعد 90 يوم، باعه بقى برانجتينو ده، رجعه لنادي امريكا مرة تانية، قال لهم يعني دي بضاعتكم ردت اليكم. كويس، نادي امريكا ده أعاره يوم 24 إبريل يعني بعد 24 يوم تقريبا 2018 لفريق اسمه كيوبا البرازيل، ده في شهر إيه بقى؟ إبريل، أواخر إبريل 24. في أكتوبر يعني بعد 6 شهور تقريبا أو 5 شهور رجع مرة تانية لأمريكا، أو مرة تالتة بقى لأمريكا، حاجة غريبة. وبعدين
في 31 يناير 2019 رجع تاني نادي امريكا، باعه قال له بقى ايه ما اشوفكش تاني لنادي اسمه لوليتانو البرتغالي. ده في ايه؟ في 31 يناير. في 1 فبراير يعني بعد شهر، بعد 24 ساعة يعني، هو في 31 يناير اتباع لنادي لوليتانو البرتغالي، 1 فبراير يعني بعد 24 ساعة نادي لوليتانو ده أعاره لنادي اسمه استرا الكرواتي. ده في فبراير. بعد 5-6 شهور في 3 يوليو تحديدا 2019 انتهت الإعارة لفريق استرا، فرجع لنادي لوليتانو، ما جددوش إعارة ولا طلبوا أي حاجة، فأعاروه مرة تانية لنادي اسمه أفاي البرازيل في 15 يوليو 2019 لمدة 6 شهور. ده الكلام ده في إيه؟ في يوليو. 15 يناير يعني بعد 6 شهور أعاروا نادي لوليتانو لفريق جوراني البرازيل، ده في شهر يناير، قعد معاه تقريبا سنة وأقل شوية، لأنه في نوفمبر 2020 اشترى جوراني نهائيا اللي هو كان واخده إعارة من لوليتانو، استمر معاه سنة كاملة. بعد السنة دي نادي جوراني سابه بلا مقابل لنادي مين؟ لنادي بوليفار البوليفي في 1 يناير 22. ده اذا نادي بوليفار ده اخده بلوش اللي هو بوليفار. في 10 سبتمبر 2022 النادي الاهلي اشتراه من بوليفار، يعني بعد 8-9 شهور اشتراه النادي الاهلي مقابل 1.5 مليون يورو من او دولار، انا اسف، من بوليفار. ده موضوع خاص ب طبعا اللاعب برونو سافيو. واحد يقول لي انا طبعا عشان يبقى مفهوم انا بقول ليه ده، لازم اداره التعاقدات في الانديه بشكل عام، اهلي بقى زمالك اسماعيلي مع اي حد، لما يستدعي لاعب ويشتريه ويدفع فيه فلوس لازم اول حاجه يشوف الهيستوري بتاعه، التاريخ بتاعه، لاعب ده لعب فين وفين وفين وعمل ايه وايه. لما لاعب ينتقل كل هذه الانتقالات في هذه الفتره الزمنيه القصيره جدا، اذا ده عليه علامات استفهام، بالاضافه ان هو لم يقدم اي مردود فني حقيقي على ارضيه ملعب، بدليل ان هذا الرجل الخبير مارسيل كولر استبعده من حساباته تماما. فانا بذيع ده هي رسالة لإدارة التعاقدات في الأندية كلها، إنه ما أنا اتكلمت قبل كده على المهاجم بتاع نادي الزمالك اللي أنا حتى من كتر ما بيلعبش أكينيولا ده ولا اسمه إيه يعني، ده لعيب برضو على قده جدا، سامسون ده لعيب على قده جدا جدا، إزاي إدارة التعاقدات في نادي الزمالك تجيب لعيب بهذا الحجم؟ في لعيبة ما بتيجي ما بتنسجمش بسرعة، أنا فاهم ده كويس قوي، لكن بيبان إمكانيات اللاعب الفردية، بيبان شكله على أرضية الملعب. يعني لما نيجي نتكلم على واحد زي بيرسي تاو ولا تقدر تفتح بقك، ما تتكلم على أليو ديانج ولا تقدر تقول حاجة، لما تتكلم قبل كده مثلا على فرجاني ساسي ولا على بن شرقي ولا حد من اللعيبة الجامدة دي كلها، حتى المسلوسي النهاردة ما شاء الله بقى حاجة عالية جدا، ولا تقدر تفتح بقك. لكن بتيجي تتكلم على بعض بقى اللعيبه بالاسم وانتوا كلكم عارفينها، لا، هنا علامه استفهام ونقطه. ده من جانبنا كاعلام هي رساله لاداره التعاقدات، مفيش حاجه هتعدي كده، الجمهور له الحق في المعرفه. ولما يبقى في لاعب زي هذا سافيو، هذا هو السي في بتاعه، لو انتوا ما تعرفوش فده امر صعب جدا، وإذا كنتوا تعرفوا وجبتوه فهذا أمر أصعب بكثير، هذا هو الأمر. طيب، من كام يوم كده كان طلع على السوشيال ميديا، الدنيا اتقلبت كلها إن طارق حامد خلاص ماشي من اتحاد جدة، وأنا طلعت هنا مرتين للي متابعني كويس، قلت إزاي الراجل سانتو ده المدير الفني بتاعه ده هيمشيه؟
والناس كلها قالت ماشي وبتاع، وبدأ الناس يقولوا هيروح الزمالك، لا ده الأهلي، لا ده هيطلع على نادي تاني في السعودية، لا كلام بقى خلاص إن هو مش متحجج. أنا طلعت هنا وقلت من المستحيل، أنا استغربت جدا لأنه لاعب 24 مباراة من 30 مباراة، إذا 6 مباريات ما اشتركش فيهم، منهم مباراتين كان واخد بطاقة حمراء وتوقف، وماتشين أو 3 كان مصاب فيهم، ولما بيلعب ال 24 مباراة بيلعب من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة، من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة، إزاي يمشي؟ يعني أي مدير فني يعني زي ما أجي أقول لك مثلا إيه الأهلي هيمشي أليو ديانج، إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ أو أجي أقول لك الأهلي هيمشي محمد عبد المنعم، إزاي يعني؟ ازاي يعني؟ ما نفس الوضع طارق حامد. فانا اندهشت جدا النهارده وفقا للرياضيه السعوديه انه الخمسه الاجانب موجودين زي ما هو، منهم طارق حامد، وان هم هيوقعوا الكشف الطبي استعدادا لبدء مرحله الاعداد للموسم الجديد. ومن ضمن الاسماء طبعا خلي بالك هم كان قبل كده السعوديه بتعمل 7 اجانب، من اول الموسم الجاي دول 8 اجانب. انا اكدت وقلت ده ما يبقاش مدرب عنده فكرة لو مشى طارق حامد. طبعا ايه بقى ايه الكواليس اللي حصلت هناك الله اعلم، هل فعلا هو كان عايز يمشيه زي ما طلعت اشاعات والادارة قالت ما ينفعش يمشي، ولا الكلام ده كله كلام في الهوى الله اعلم. لكن المنطق يقول ان لعيب بيلعب 90 دقيقة كاملة ما بيخرجش، 24 مباراة من 30 مباراة والستة لاسباب ايقاف أو إصابات، إذا هذا لاعب مش أساسي، ده عمود فقري، عمود فقري في الفريق. إن شاء الله يستمر في اتحاد جدة ويتألق. طارق حامد لعيب كبير جدا ومكسب كبير جدا جدا لاتحاد جدة، ولو فرطوا فيه تحت مسمى كانتي ولا بانتي ولا أي حد من دول هتبقى الحقيقة سقطة في رأيي في تفكير المدير الفني لاتحاد جدة السعودي. هذا هو الأمر. عندي خبر مهم جدا عايز اقوله ولكن بعد الفاصل هشوقك. الخبر الحصري اللي عندنا واللي احنا متاكدين منه بنسبه 100% ان شاء الله، انه مباراه القمه بين الاهلي والزمالك اللي هتبقى الخميس اللي زي بكره ان شاء الله هيحكمها طبعا طاقم مصري. الحكم لهذا اللقاء واحد من الثلاثه اللي هقولهم، وده 100% اما محمود البنا او امين عمر او محمد عادل. اذا محمود البنا، امين عمر، محمد عادل، واحد من الثلاثة دول هو اللي هيحكم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس اللي زي بكرة بمشيئة الرحمن. طيب أمر تاني، إن في تعديلات كتيرة طبعا حدثت في قانون كرة القدم وأعلن الاتحاد الدولي تطبيقها من يوليو من الشهر اللي احنا فيه ده، لكن طبعا الكابتن مصطفى هيشرح لنا الكلام ده كله، لكن أنا واخد بس تعديل واحد هقول عليه دلوقتي. إيه هو التعديل ده؟ بيقول لك ايه؟ انه لو حصل ان في لاعب من فريق ما رايح لمرمى الفريق المنافس وعلى وشك احراز هدف، قبل ما يحرز الهدف يعني حتى ممكن الجون يبقى فاضي وهو خلاص هيحط بطن رجله في الكورة عشان تخش الجون، واحد من زملائه عدى خط التماس استعدادا لان هو هيفرح ويتنطط ويحتفل، اذا حط رجله بعد خط التماس بملي يعني جوه الملعب، اذا حتى لو جه الهدف يلغى الهدف. ده تعديل مهم جدا. طب التعديل ده بمناسبه ايه؟ في كاس العالم لو تفتكروا كانت مباراه الارجنتين وفرنسا والنهائي، وكان ميسي خلاص بيجيب الجون الثالث قدامكم اهي، الجون الثالث، وفي هذه اللحظة واحد من الزباين حاطين لكم او اتنين اهم حاطين لكم دايرة اهم، دخلوا جوه وهو بيجيب الجون قبل ما يخش الجون كانوا جوه الملعب، بس ميسي بقى في حتة زي دي جون طبعا اتحسب جون وقتها. وفقا للتعديل الحالي
هيلغى. اللقطه اللي انا جايبها لكم دي ودي حصريه ليكم انتوا، ولا مخلوق فيك يا مصر يعرف الكلام اللي انا بقوله لكم دلوقتي، واي حد هيطلع بعدها هيقول لك ده حصري عندي، ما علينا يعني. فالاثنين دولت هم السبب في هذا التعديل رقم 3 أو 4 في التعديلات اللي وردت من الاتحاد الدولي، وهيتم تطبيقها بمشيئه الرحمن من هذا الشهر وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي. ماذا عن المنتخب الاولمبي سريعا كده مع زميلنا عمرو مختار من المغرب يطمنا بقى ماتش المرتقب ان شاء الله مع المنتخب المغربي في وسط جمهور كبير وعريض على اللقب باذن الله. احنا تاهلنا خلاص شكرا، لكن يبقى اللقب احنا عايزينه برضه، واشقائنا المغاربه جمال ما فيش كلام يعني. يلا نشوف. برحب بك كابتن مدحت، برحب بكل مشاهدين اون تايم سبورتس في كل مكان، هنا من داخل فندق اقامه معسكر منتخبنا الاولمبي. يمكن خلينا اقول لك كابتن مدحت، بعد الافراح بقى وفرحه اللعيبه وفرحه الجهاز الفني والجهاز الاداري بتاهل منتخبنا الى اولمبياد باريس 24، يمكن خلاص النهارده الافراح خلاص بقى قفلوا عليها. النهارده يمكن كانت هناك راحه لجميع اللاعبين، بعض اللاعبين نزلوا اللي عملوا استشفاء، بعض كان مستر ميكالي حب ان هم يريحهم خالص حتى ما ينزلوش الاستشفاء. خليني اقول لك اللعيبه النهارده تناولت الغداء بقى، يعني كانت في حريه النهارده اللي انت تنزل تفطر او ما تفطرش، دي براحتك. الغداء كان الساعه 2، العشاء كان لسه من حوالي نص ساعه. ويمكن اللعيبه احتفلت النهارده بعيد ميلاد كل من احمد نبيل كوكا وايضا عمر فايد، بنقول لهم كل سنه وهم طيبين. ايضا خليني اقول لك بكره ان شاء الله باذن الله منتخبنا هيتحرك الساعه 10 صباحا هنا من الفندق، هيروح على الرباط ان شاء الله باذن الله. بعد كده هناك تمرين، هيبقى تمرين الساعه 7 لان المباراه هتكون الساعه 9 بتوقيت المغرب. كل التوقيتات انا بقول بتوقيت المغرب زي ما انت عارف يا كابتن مدحت، الفرق ساعتين. خلاص الجهاز الفني والاداري وكابتن محمد بركات منعوا اي لعيبه او الجهاز الفني باجراء اي احاديث صحفيه او اي مداخلات او اي لقاءات، واحنا متفقين معاهم تماما للتركيز بقى، اللعيبه تخش في اجواء الفاينل ان شاء الله باذن الله. كل الامنيات القلبيه لمنتخبنا الوطني باذن الله. يمكن دي كواليس واخبار من داخل معسكر منتخبنا الاولمبي. اعود اليك كابتن مدحت، اتفضل. شكرا جزيلا لزميلنا عمرو مختار من المغرب، ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله يا رب للمنتخب المصري امام الشقيق المنتخب المغربي. جت امبارح تعليقات كتير جدا على اللي انا قلته من اصدقائنا في المغرب، ما شاء الله من متابعين جه امبارح فوق ال 950 كومنت من المغرب بس. كلام في منتهى الجمال والله العظيم لما تقرا الكومنتات بتاعتهم، احنا وانتوا حبايب واخوات، والاهم ان احنا الاثنين تاهلنا خلاص للاولمبياد بتاعه باريس، من في السكه دي كل الحوار في السكه دي. برضه حوار تاني واحد لطيف قوي قال لك احنا كنا نتمنى ان احنا نقابلكم بس انتوا ما كنتوش عايزين تقابلونا. لما انا سالت امبارح محمد اليماني قلت له اتفضل منتخب مصر يقابل المغرب ولا مالي، كان لسه الماتش بتاعهم ما خلصش، قال لي لا طبعا مالي، لعبناها قبل كده والمغرب جمهورها. تعليقات كلها جميله وحاجه راقيه للغايه حقيقه يعني. طيب طبعا كان هناك احتفال للمنتخب المغربي لعمر فايد، المنتخب المصري انا اسف، لعمر فايد واحمد كوكا بمناسبه عيد ميلادهم. هابي بيرث داي لاحمد نبيل كوكا وعمر فايد. من ذاكره التاريخ النهارده جايبين لعيب الحقيقه كان بارع جدا وكان بيلعب براس حربه وكان له اهداف مؤثره للغايه. جايبين له 3 اهداف، هدف في نادي الزمالك وهدف في الاتحاد السكندري وهدف في النادي المصري. بتلعب لزكريا بس برجل من جنبها. طاهر ابو زيد، السيد خرشد، علاء ميهوب، مصطفى عبده، وعلى طول وعلى طول بدماغه زكريا ناصف، الجول الثاني للنادي الاهلي. فات من الوقت حوالي
تسع دقائق واصبحت النتيجه 2 للاهلي 1 للاتحاد. مصطفى ماشي ماشي ويعدل الكرة وبيلعب اوفر جميلة جميلة يلعبها براو جوه جون زكريا يطلع عالي ويحط جول اولاني بدماغه كرة ملعوبة حلوة من مصطفى عبده ناحية الوينج اليمين بتلعب عرضية بحلق الجول ينط عليها زكريا ويحط جول جميل بدماغه في الدقيقة 14 جول اولاني للنادي الاهلي. زكريا ناصف كان من اللاعبين الكبار جدا الحقيقه يعني. طيب نشوف بقى اراء حضراتكم، من يستطيع ان يحل محل او يعوض غياب حمدي فتحي عن النادي الاهلي بعد انضمامه رسميا للوكره القطري؟ مروان مكي بيقول محمد رضا بوبو. الحاج يوسف دياب، يا مساء الانوار عليك يا كابتن مدحت، معاك الحاج يوسف، اتوقع اللي يعوضه محمد رضا بوبو. بحبك يا كابتن مدحت. حبيبي يا حاج يوسف. معتز، مساء انوار يا جنرال، عندنا اكرم توفيق ان شاء الله يرجع بالسلامه، وسمعنا واحده يا ليلى رد على المستبد. محمود سيد، يا مساء الانوار عليك يا جنرال التعليق العربي، اتوقع اكرم توفيق او كريم فؤاد، وعايز واحده. برافو عليك يا محمود. مصطفى العقاد، اهلا يا جنرال، اتوقع الاهلي هيعوضه بامام عاشور. بحبك يا كابتن مدحت، ومثيلي على محمد طروق. حبيبي يا درش. محمد العقاد، اهلا كابتن مدحت، اتوقع تعويضه بمحمد رضا بوبو. بحبك كابتن مدحت. حبيبي يا عقاد. سامي اوفيشال، مساء الورد عليك يا كابتن مدحت، انا عن رايي الشخصي عندنا في الاهلي مروان عطيه وكمان عمرو السوليه واليو ديانج نص ملعب، الاهلي في امان طول عمره. مارتن ناصر، مساء الانوار عليك يا شلبوكا، من وجهه نظري التي ليس لها قيمه على الاطلاق على الاطلاق اكرم توفيق، ودينا واحده. برافو عليك يا مارتن. اخر تويته من احمد محمد، مساء انوار يا شلبوك، معاك احمد عيسى من الفيوم منشات عطيفه، اللاعب الامثل هو وليد الكارتي. اه جامد قوي وليد، ودينا واحده يا ليلى رد على المستبد. مع الحالات التحكيميه الجدليه، ولكن بعد الفاصل. حول أهم الحالات التحكيمية الجدلية، وخبرنا التحكيمي الكبير كابتن مصطفى إسماعيل، يا مساء الأنوار يا كابتن. مساء الأنوار يا كابتن مدحت. كل أذان صاغية يا كابتن. أشكر حضرتك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلال الفترة الماضية الأسبوعين اللي فاتوا أقيمت حوالي مثلا من 19 20 مباراة في جميع المسابقات اللي بيديرها اتحاد الكرة، سواء كأس الرابطة، كأس مصر، الدوري الممتاز. طبعا كاس مصر اتلعب منه دور ال 32، دور ال 16، دور ال 8. كاس الرابطه اتلعب منه مباريات الدور قبل النهائي. بالاضافه لمباريات الجوله ال 32 للدوري الممتاز. من خلال هذه المباريات رصدنا بعض الحالات التحكيميه ان شاء الله هنشوفها مع بعض. اتفضل. اول مباراه عندنا الزمالك والمقاولين. وتكون طاقم هذه المباراه من محمد معروف حكم ساحه، شريف عبد الله مساعد اول، صالح محمد مساعد ثاني، عمرو رمضان حكم رابع، محمد نهاد محجوب، واحمد لطفي في غرفه الفار. دول طبعا طاقم الحكام وهم نازلين. اول حاله عندنا في الدقيقه 10 هنلاقي في اتاحه فرصه جيده من الحكم، هو طبعا في خطا هنا طبعا وكان يستحق انذار، انما الحكم باشاره واضحه من ايده ادى اتاحه فرصه لاستكمال هجمه فريق الزمالك، ودي طبعا نقطة قوة زي ما قلنا قبل كده للحكم. بعد كده في الدقيقة 15 هنلاقي في ركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم. طبعا واضح ان في شد من التيشيرت سيف الجزيري من محمد شوقي غريب رقم 22، فطبعا يعني دي واضحة جدا واحتسبها حكمنا محمد معروف بدون تردد. هما يعني في احتجاج من لعيبة المقاولين، انما طبعا واضحه جدا والراجل احتسبها بدون تردد حتى بدون اللجوء لغرفه الفار.
فطبعا دي ادى فيها برضو انذار لمحمد شوقي غريب رقم 22. بعد كده في الدقيقه 23 الاقي لاعب المقاولين مامادو نياط بيطالب بإحساب ركلة الجزاء لصالحه، وطبعا هو هنا الكرة معاه وبيلعبها بتيجي في ايد محمد عبد الغني، انما طبعا ايد محمد عبد الغني بجانبه لا تمثل اي امتداد لجسمه، فطبعا لم يحتسب اي خطا، وطبعا برضه امام المساعد الاول ولم يشر باي حاجه، وايضا غرفه الفار لم تحتسب اي خطا. بعد كده في الدقيقه 34 هنلاقي في رمي التماس لصالح، الحكم اشار الاول انها لصالح الزمالك، شايفين طبعا ايده اليمين، انما طبعا رجع في قراره مره ثانيه ومشي مع رايه المساعد الاول شريف عبد الله، وادى رميه التماس للمقاولين العرب. فدي طبعا برضه حاله عدم تركيز، لان النص دوت هو بتاع الحكم اللي هو بياخد فيه قراره والمساعد بيمشي معاه. الحاله اللي قدامنا بعد كده يعني دي حاله يمكن ترقى الى الطرد، وكان لابد من تدخل حكام الفار، وهنشوفها طبعا في الاعاده، ان عمر جابر رجله عاليه ورجله يعني فيها قوه مفرطه في الكره المشتركه مع محمد شوقي غريب. الخطا ده الغريب ان هو لم يحتسب واستمر اللعب واحتسبت ركله مرمى، انما لم يحتسب على الاقل ده يعني انذار ان لم يكن يرقى الى الطرد، زي ما حضراتكم شايفين كده خشونه من قوه مفرطه من عمر جابر. بعد كده في الدقيقه 88 هنلاقي في خشونه من احمد علاء لاعب المقاولين مع لاعب الزمالك احمد ايشو اعتقد رقم 45، وخد فيها انذار. الانذار ده كان في دقيقه 88، يعني عايزين نشوف بقى يعني مدى تهور اللاعبين. في الدقيقة 90 هنلاقي ده الخطأ اللي هو في الدقيقة 88 خد فيه انذار، وطبعا واضح ان هو فيه تهور من احمد علاء مع اللاعب الصغير دوت. في الدقيقة 90 هنلاقي برضه بيكرر خطأ وتهوره، وكان طبعا يستحق انذار تاني والطرد، انما يمكن في عتاب من حمزة المسلوسي لاحمد علاء، وطبعا الخطا ده كان امام المساعد الاول شريف عبد الله، وبرضه يعني نلاقي ان الحكم ما مدلوش انذار هنا يعني رأفه بيه، وكان يستحق الانذار الثاني والطرد، انما نلاقي الحكم بيحذره او بيكلمه يعني ما تعملش كده ثاني، لا ما ينفعش، لا تحذير بعد الانذار، وهو لسه واخد انذار من دقيقتين، يعني معنى كده ان اللعيب ما زال في يعني قمه تهوره. انتهت طبعا نتيجة هذه المباراة 6-1 لصالح الزمالك. بعد كده المباراة اللي عندنا في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة، وتكون طاقم بين فريقي الاتحاد وسيراميكا. تكون طاقم هذه المباراة من وائل فرحان حكم ساحة، أسامة السيد وحاتم علام مساعدين، عمرو رمضان حكم رابع، خالد الغندور ومحمد عبد الحافظ في غرفة الفار. أول حالة عندنا دول طاقم الحكام، ودي غرفة الفار. هنلاقي في لمسة يد على لاعب سيراميكا لم تحتسب، يمكن هنشوفها هنا جت في ايده، ويمكن ايده برضه يعني مش بجانب جسمه، انما يعني بعيد عن جسمه، كان لابد ان تحتسب، انما لم تحتسب هذه اللمسة. بعد كده في الدقيقة 12 هنلاقي في خطأ لصالح الاتحاد امام المساعد الثاني لم تحتسب، احتسب رمي التماس، يمكن هو بيدو جابر حس ان هو برضو يعني تهور في الكره المشتركه مع لاعب الاتحاد، يمكن راح بيعتذر له مع صبر الرحيل، انما طبعا الخطا ده كان امام المساعد الثاني، كان لابد ان هو يرفع رايته، انما احتسب رميه تماس. بعد كده في الدقيقه 17 هنلاقي في خطا لصالح سيراميكا لم يحتسب، يعني برضو هنشوف الخطا دوت، هو برضو يمكن سوء تقدير من الحكم، طبعا تقدير الاخطاء دي من اللي بتختلف من حكم لاخر، يمكن برضو رجل احمد عادل ميسي عاليه، انما الخطا ده لم يحتسب واستمر اللعب. بعد كده في الدقيقه 24 هنلاقي في تمركز جيد جدا من المساعد الثاني، يمكن هو كان سابق اللعب بشويه،
انما يعني تمركزه قدر ان هو يحتسب التسلل على صلاح محسن. وقفها في توقيت مناسب يا كابتن، مش بقى نفضل سايبين الراجل لغايه ما يروح ممكن حد يتخبط في حد. انا رايي يا كابتن ان هو تسلل ارفع على طول، يعني مش محتاجه النهائي، يعني ادي مدى متاكد تكمل للاخر، وكل ده مضيعه للوقت، مضيعه للوقت وممكن يبقى فيه اصابات. واضح جدا ان في حاله تسلل، فما يعني ما فيش اي مشكله ان انا ارفع على طول. بالظبط. بعد كده في الدقيقة 55 هنلاقي في دي برضه حالة تسلل، هنلاقي في شكوى من المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد من عدم صلاحية الكرة، إنما الحكم لم يهتم واستمر اللعب. طبعا المفروض الكور دي مسؤولية الحكم الرابع، وبيختبر صلاحيتها قبل بداية المباراة ويمضي عليها عشان نتأكد إنها ما اتغيرتش، إنما طبعا استمر اللعب. بعد كده في الدقيقة 67 هنلاقي في تمركز جيد جدا من مساعد الاول اسامه السيد، يعني برضو ايه واشار على رايته، برضو يمكن هنا برضو تاخر فيها، انما واضح طبعا ان في حاله تسلل، انما هو تمركزه جيد جدا مع اخر تاني مدافع، انما هو برضو استنى ويت اند سي لحد ما برضو تتبين نتيجه اللعبه، انما بعد كده رفع رايته مشيرا بالتسلل، يمكن برضو ايه فيها سن تاخير، انما رفع عليها. بعد كده في الدقيقة 86 هنلاقي فيه برضه قراية جيدة جدا من المساعد الأول، يعني تشير لتسلل تسلل لاعب سيراميكا، وطبعا إنما الفار أكد ساحة الراية للمساعد الأول أسامة السيد، وطبعا لا تم اللجوء إلى الفار، وإنما المساعد هنا رافع رايته من الأول. أنت شايفها إيه يا كابتن دي؟ كابتن أنا يعني هو شايف إن هو يعني في جزء من جسمه سابق. طب والراجل الاخضر؟ لا الاخضر ده مغطي يا كابتن، ده صبر رحيل ده مغطي، واضح ان هو مغطي. انا بيتهيألي كده. يعني برضه هي انما المشكله كابتن ان الفار اكد صحه رايه المساعد. طبعا. فانا مش عارف هل يعني احيانا يا كابتن بيبقى الاثنين اللي في الفار حكام، يعني حكام صفاره. ايوه طبعا. وليس مساعدين. صحيح. وليس فيهم مساعد. فطبعا تكنيك استخدام الرايه بيختلف من الحكم والمساعد. صحيح. وطبعا ان الاثنين يبقى حكام دي بتبقى برضو بتعمل مشكله في لو في حاله زي الحالات بتاعتنا دي. طبعا تم اللجوء لركلات الترجيح، وطبعا انتهت نتيجه هذه المباراه 4-3 لصالح سيراميكا، انما اللي عايزين نشوفه هنا ان في الركله ديت هنشوف المساعد اللي واقف اسامه السيد طبعا بيتابع الكره قبل ما تخش المرمى، هو هنا صدها المهدي سليمان، انما الكره اتردت، انما لابد ان هو يمكن هو برضه شايف المساعد بيميل بجسمه عشان يقدر يشوف الكره تخطط خط المرمى ولا لا، وده طبعا تصرف سليم لان لازم يتبين نتيجه اللعبه الى ان تنتهي تماما. وانتهت نتيجه هذه المباراه 4-3 لصالح سيراميكا. تمام يا كابتن، إذا نستكمل باقي الحالات ولكن بعد الفاصل. نستكمل باقي الحالات، تفضل يا كابتن مصطفى. أشكرك كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم، معنا حالتين من مباراة إنبي فاركو في الأسبوع 32. تكون طاقم هذه المباراة من محمد عباس خبيب حكم ساحة، هشام طلب ومحمد مصطفى اسماعيل مساعدين، محمود منصور حكم رابع، محمد شنو احمد حامد فهيم في غرفة الفار. ده طاقم الحكام طبعا وهم نازلين. اول حالة عندنا كانت في دقيقة 14 وكم ثانية كده على ما تلعب، انما عايز اشوف حضراتكم بص الرجلين اللعيب دوت وهو بيرمي رمي التماس، يعني هياخد حجله كده، الحجله دي خاطئه ورمي التماس دي كان لابد انها تتعاد، انما طبعا ما خدش باله لا الحكم ولا المساعد ولا الحكم الرابع. يمكن معلش نقدر نعيدها تاني برضه عشان الناس تقدر تميزها. فيعني بص في حجله كده هو خد فيها خطوتين، يعني دي كده خطا كان لابد من اعادتها. بعد كده في الدقيقة 81 هنلاقي في هدف أحرزه أحمد أمين أوفا لاعب رقم 20 لإنبي، إنما هنلاقي إنه فاجأ إن في راية من المساعد الأول هشام طلب. تم اللجوء للفار، وطبعًا الفار أكد صحة
الهدف، لان اللعيبه هو زي ما حضراتكم شايفين قبل خط ال 18 منطقه الجزاء هو الراجل متغطي، ويعني يحتسب التسلل هنا لحظه التسديد من زميله. الراجل موقف سليم يفضل سليم، انما التسلل يبقى متسلل. وطبعا رايه هنا وتمركز خاطئ من المساعد الاول هشام طلب، انما تم اللجوء للفار واكد صحه الهدف زي ما حضراتكم شايفين. ده محمد عباس قبيل منتظر طبعا القرار من الفار. ده القرار وان الهدف صحيح، واللي كان الهدف الثاني لإنبي، وانتهت نتيجه هذه المباراه 2-1 لصالح إنبي. بعد كده هنشوف بقى ايه هدف من الاهداف الجميله اللي احنا برضو ايه نحب نشوفها دايما في ملعبنا، احرزه مصطفى شلبي في مباراه الزمالك وفاركو. جميل، يعني هدف برضو من الاهداف الجميله اللي احنا برضو نحب نشوفها دايما، دي لعيبه بتتمتع بموهبه وطبعا مقدره فنيه عاليه، فطبعا هدف من الاهداف الجميله ونتمنى طبعا تكرارها. ومصطفى شلبي يعني شايفين ان هو بيقدم مستوى طيب جدا مع الزمالك خلال فتره، انما لسوء حظه طبعا اصيب، وطبعا ربنا يشفيه ويعوده للملاعب ان شاء الله باسرع وقت. تمام يا كابتن، عندنا كالعاده احصائيات حضرتك دي. احصائيه كابتن بتاع الاسبوع ال 32. ال 32 بس قبلها كابتن نحب نشير برضو ان مستحقات الحكام لم يتم صرف منها اي حاجه حتى اللحظه، على مشارف انتهاء الموسم طبعا وصلنا هو للدور للجوله 32 33 34 بالاضافه طبعا الموسم اللي فات ما اتصرفش فلوس او مستحقات الحكام عن كاس الرابطه. فهل دي يعني حاجه صعبه جدا طبعا يا كابتن، ولا يعني وكاس الرابطه الموسم دوت قارب على الانتهاء، يعني لعبنا الدور قبل النهائي وخلاص مستنيين المباراه النهائيه، فطبعا يعني برضه يعني يا ريت انك تلاقي يا رب تكون هناك انفراجه قريبه يعني ان شاء الله. نتمنى كابتن، نتمنى كابتن، ان بصراحه كده الوضع صعب قوي جدا يعني. جدا اتفضل يا كابتن. اتفضل. عندنا احصائيه الحكام للجوله ال 32. الجوله دي طبعا عباره عن 9 مباريات، ودي من فتره طويله التسع مباريات اتلعبوا خلال هذا الاسبوع. ادار المباريات 9، 54 حكم تكرر منهم 53 حكم بانهم كالاتي: 3 حكام اتكرروا 3 مرات، حكم واحد كرر 4 مرات، حكم واحد كرر 5 مرات، حكم واحد كرر 6 مرات، 4 حكام اتكرروا 7 مرات، 4 حكام اتكرروا 8 مرات، 4 حكام اتكرروا 9 مرات، حكم واحد كرر 10 مرات، حكم واحد كرر 11 مرة، حكم واحد اتكرر 12 مرة، حكم واحد 13 مرة، 3 حكام اتكرروا 14 مرة، حكمين اتكرروا 15 مرة، 5 حكام اتكرروا 16 مرة، 6 حكام كرروا 17 مرة، 5 حكام كرروا 18 مرة، حكم واحد اتكرر 19 مرة، 3 حكام اتكرروا 20 مرة، 3 حكام 22 مرة، حكمين اتكرروا 23 مرة، حكم واحد اتكرر 24 مرة. ودي أسماء الحكام يعني اللي هي أعلى مشاركة زي ما بنقول، حكام اللي اتكرروا 22 مرة: المساعد رجب محمد، الحكم مصطفى مدحت، المساعد محمد عزازي. الحكام اللي قرروا 23 مرة: الحكم عبد العزيز السيد والمساعد هشام الدسوقي. الحكم اللي قرر 24 مرة: هاني خيري. بالإضافة لحكم واحد يشارك لأول مرة كمساعد هو شريف حسن. دي الإحصائيات عندنا. أيوة كابتن. تمام. يعني لو في دقيقة واحدة أهم تعديل يا كابتن في الاتحاد الدولي، أهم تعديل يعني، وهنتكلم بعد كده على التعديلات الأخرى في حلقات أخرى يعني. إن شاء الله كابتن. هو كابتن اهم تعديل اللي هو هيعمل بلبله، اللي هو بيقول ان اللعيب المهاجم عشان لو في جزء من جسمه واضح او في موقف تسلل يستمر اللعب والهدف سليم. يعني ما الجسم ما بيبقاش جزء من حساب التسلل. يعني يعتمد على القدم. فدي طبعا طبعا دي هتعمل بلبله. يعني هنقدر نحدد انهي جزء اللي هو في موقف سلبي. ما حددش يا كابتن. طبعا فدي طبعا بلبلة. المساعد دي هيحددها ازاي؟ هيرفع ازاي ده الراجل ده متسلل ولا مش متسلل؟ فالجزئيه دي او التعديل ده هيعمل بلبله. فارجو يعني يعني يتوضح بصوره. انت عارف يا كابتن كان رايي يا كابتن مصطفى انه يحسب على الاقدام.
تمام يا كابتن. يعني يحسب الاوفسايد على القدم، مالناش شغل بجسم خالص. يعني ادمي انا، بص حضرتك انا فضل. ادمي كده وادم حضرتك كده اهو للناس اهو. ادمي انا اهو كده وادم حضرتك كده. يبقى انا المهاجم كده، انا متسلل. تمام. لو ادم المدافع كده يبقى انا مش متسلل. يعني يحسب على الادم. على الادم ملوش دعوه بالجسم. ما هو كابتن المشكله ان هم بيلجأوا للفار، والفار اما بيحط الخطوط بتاعته بتبقى نلاقي النتيجه غيره تماما اللي احنا متوقعين، اللي احنا بالظبط. فدي طبعا يا كابتن المشكله دي محتاجه بقى شرح من لجنه الحكام للحكام ويشرحوها للناس. لازم للاجهزه الفنيه واللاعبين كمان بالزبط. في الانديه كان كابتن محمد حسام رحمه الله عليه كان بيلف على الانديه يشرح اي تعديل بالزبط. في قانون كره القدم بالظبط. فالناس كانت بتستوعب، بتبقى عارفه اي جديد في قانون كره القدم. طبعا يعني ارجو ان لجنه الحكام يكون ليها دور برضه في الجزئيه دي مع بدايه الموسم الجديد، لان التطبيقات ديت او التعديلات دي هتبتدي تتنفس من خلال الموسم الجديد. القادم ان شاء الله. هي المفروض طبعا التعديلات دي بتبتدي من 1/7 هم قالوا من يوليا من 1/7 انما طبعا الموسم طبعا ماتشات خلصت خلاص. يعني في معظم البلاد الدوريات خلصت، انما مع بدايه الموسم الجديد ان شاء الله لابد من شرح التعديلات دي بوضوح للناس كلها عشان برضو يبقى الناس كلها في الصوره الكامله. صحيح. بشكرك يا كابتن مصطفى. شكرا جزيلا. العفو. شكرا جزيلا. بشكرك. ان شاء الله غدا الخميس عندنا حلقه خاصه بالظواهر والحصاد، بنختتم كالعاده بمسابقتنا الثقافية السياحية الفنية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.